الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث صحيح لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا من يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال ثمن هذا الحديث مروي في صحيح البخاري وكتب السنن الاخرى وهو حديث صحيح ثابت قبل ان اتي الى هذا الحديث اريد ان ابدا واقول ان واقعنا المعاصر واقع مؤلم حيث نرى المسلمين مذاهب واحزاب عديده منتشره هنا وهناك، وليت هؤلاء اكتفوا بان يعبدوا الله عز وجل كما يريدون، ولكن بعضهم ولا اقول كلهم او كلهم، لكن بعضهم لا يتركون لغه التكفير. وهذا هو الشيء المؤلم الذي يؤذي كل مسلم وكل قلب غيور على الإسلام لأننا دينا دين ديننا دين عظيم المفروض بنا أن نرتفع عن هذه الأمور ونتحاور حوارا علميا بعيدا عن لغة السب لغة التكفير لهذا ادعو إلى إعادة قراءة النصوص الإسلامية والاطلاع على الفكر الآخر، لنحاول أن نعرف كيف يفكر الآخرون، ما هي المباني التي يعتمدون عليهم؟ ما هي المباني التي يعتمدون عليها حتى وصلوا إلى هذه النتائج في هذه المدرسة أو تلك؟ هذا الحديث الذي ذكرته في بداية كلامي يدعوني إلى أن أتأمل، أنا سأعطي عدة أمثلة تبين مقصودي من هذا الكلام. قراءة النصوص الإسلامية سواء النص القرآني، النص الحديثي الشريف أو الأحداث التاريخية، أن ننظر لها ينبغي أن ننظر لها من زوايا عديدة حتى نصل إلى الحقيقة. وبهذا تكتمل الرؤية لا يجوز أن أنظر إلى الشيء إذا أردت أن أعرف حقيقة شيء معين أن أنظر له من زاوية واحدة لابد أن أنظر إليه من جميع الزوايا حتى أخرج برؤية واضحة وصحيحة يقول النبي صلى الله عليه وآله لا تتبعن يخاطب أصحابه وأجيال المسلمين يعني أمته فيما بعد ولكن الخطاب في الدرجة الأولى هو لأصحابه. لاحظوا أول كلمة قالها أو الفعل لتتبعن أدخل عليه حرف اللام وهي للتأكيد هذا الحرف جاء به للتأكيد ولم يكتفي بهذا الحرف فقط. أيضا في آخر الفعل نون التوكيد لتتبعن أيضا فقد أكد هذا الأمر مرتين لتتبعن أيها الصحابة وأيتها الأمة سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع هذا التصريح بشدة المتابعة والاقتداء بالسابقين وحين سألوه اليهود والنصارى قال فمن لا يوجد أحد غير هؤلاء الصحابة والأمة ستتبع سنن الأولين من اليهود والنصارى هذا الحديث يدعوني إلى أن أتوقف وأتأمل فيه فمعلوم أن الأنبياء حين كان الله عز وجل يرسلهم إلى أقوامهم فحينما يموت النبي يرجع الناس من بعده يتركون دعوة هذا النبي هذا واضح في في حياة موسى عليه السلام في قصة موسى عليه السلام إذ تركهم أيام عديدة فصنعوا عجلا وصاروا يعبدوه وتخلوا عن هارون وهكذا سنن الاولين كثيره ولا اعني من حديثي هذا ان اقول بكفر احد لست اقول هذا بل نحن نقول باسلام جيل الصحابه ورضي الله عن المؤمنين منهم هذا الحديث يدعوني الى ان اتامل ان اعيد قراءه تاريخي لكي اخذ ديني واكون على ارض ثابته صلبه اتلقى الدين بهذه الطريقه الصحيحه فقد فالنبي ينص على انهم سيتبعون سنن الاولين هذه المساله الاولى فنحن واقعنا المعاصر الذي اشرت له واقعنا المؤلم نحن نتيجه لذاك التاريخ الطويل لا شك اننا نتيجه لهذا الشيء التاريخ والحديث كتب تحت رعاية السلطات في ذلك الوقت عبر التاريخ واي حركة معارضة او كتاب ضد هذا الشيء كان يصادر او يمحى الى اخر ما هو مذكور في كتب التاريخ فاقصيت المذاهب الاخرى وحوربت وهذا جعل الناس ضحايا لما كتبه المؤرخون والمحدثون فبقيت ورغم هذا بقيت بعض الحقائق في الكتب فلا بد ان ننظر اليها بعقل واع لنقراها مره اخرى. اذكر نصا قرانيا. لاحظوا هذا النص القراني. في سوره المدثر يقول الله عز وجل: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليها تسعة عشر. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا. ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا. كذلك يظل الله يضل الله من يشاء من ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر مقصودي لم يتضح اعني اقصد من خلال قراءه هذه الايات الكريمه وهذه السوره مكيه نزلت في مكه المكرمه الله عز وجل يقسم المجتمع المكي في ذلك الوقت الى ثلاثه اصناف لاحظوا وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا. هذا القسم الأول الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. أيضا هناك أناس من أهل الكتاب أيضا ويزداد الذين آمنوا إيمانا أنا أقصد ثلاثة أصناف من غير المؤمنين ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض. اذا عندنا ثلاثة أصناف. الذين كفروا، الذين أوتوا الكتاب، ولنقل أربعة أصناف. المؤمنون، ثم الذين في قلوبهم مرض. من هؤلاء الذين في قلوبهم مرض؟ أنا لا أعلم. ولكن الآية تنص على أن هناك طائفة وهم من المسلمين طبعا، ولكن في قلوبهم مرض. لاحظ لاحظوا اسلموا وكان في قلوبهم مرض ولا نستطيع ان نقول ان هؤلاء هم المنافقون لماذا؟ لان الاسلام في ذلك الوقت كان ضعيفا والمنافق يستر نفاقه فهم لم يكونوا بحاجه في ذلك الوقت الى هذا الشيء هذا النص ايضا يدعوني الى ان اتامل فهل كان لهؤلاء فيما بعد تأثير على الإسلام مثلا هل ألا يدعوني هذا إلى التوقف لأن أقول بعدالة كل الصحابة وهكذا نصوص أخرى عديدة هذه الحقائق دعتني إلى مراجعة أفكاري من فضل الله عز وجل علي أنه عرفني وجعل لي أحد الأقرباء الذين اعتنقوا مذهب أهل البيت، إذا صح أن نسميه مذهب وإلا فهو أطروحة الإسلام التي دعا الله عز وجل ورسوله إليها. من فضل الله علي أن عرفني أو أن ربطني بهذه العائلة لكي أرتشف من عندهم المعالم الصافية لفكر أهل البيت عليهم السلام. والغريب وأؤكد هذا الأمر أنني قد حزنت لأجلهم وكنت أظن نفسي أنني على الصراط المستقيم وحين حاورت ابنهم لكي أزيل عنه الغشاوة التي أعتقد أنها غشاوة تبين لي ما لم يتبين للكثيرين احتج علي هذا الشاب الصديق برزية الخميس وهي حادثة مؤلمة على قلب رسول الله وعلى قلب كل مسلم حتى أن ابن عباس كان يبكي حتى تبل دموعه الحصباء هكذا تقول الرواية النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خميس في حياته وقبل أن يموت بعدة أيام يقول لأصحابه ائتوني بكتف ودوات باصطلاحنا المعاصر ورقة وقلم لماذا؟ اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا هكذا يقول لمن في الغرفه من اصحابه فقال الخليفه الثاني في روايات غلبه الوجع وفسرها بعض العلماء وفي روايات هجر لم تنسب له مباشره ولكن العلماء ومنهم ابن تيميه وابن حزم وغيرهما قالوا ان عمر هو الذي قال عباره هجر للنبي فطردهم النبي قال لهم قوموا عني لاحظوا هذه الحادثة النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتب كتابا لن يظلوا بعده أبدا وما الضير في ذلك؟ وما الذي يمنع أن يتم الله عز وجل نعمته أن نقبل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا تظل هذه الأمة أبدا؟ أكانوا أحرص على النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام من النبي؟ وما ينطق عن الهوى. أين ذهبت الآية القرآنية؟ الآن نرى تبريرات عديدة لهذه الحادثة دفاعا ضد رسول الله. عن أولئك الناس الذين اعترضوا على رسول الله. ولا مجال للدفاع هنا لأن الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الحادثة استوقفتني ودفعتني لكي اواصل البحث واخذت كتاب الدكتور محمد التيجاني السماوي حفظه الله كتابه ثم اهتديت وقراته ووجدت حقائق عديدة نصوص عديدة لم اسمع بها وكثيرون أنا أجزم أن كثيرا من المسلمين لم يسمعوا بها، وكأن هناك حركة مقصودة لإخفاء هذه النصوص. هناك حديث مثلا يؤخذ بأصحاب ذات الشمال إلى النار، فلا أراه يخلص منهم ينجو منهم إلا مثل همل النعم، في صحيح البخاري لم أسمعه. النبي في هذا الحديث يقول أصحابي أصحابي، كنا نسمع يقولون أمتي أمتي. لا يرون لنا حديث أصحابي أصحابي النبي ينادي أصحابي أصحابي حديث الثقلين لم أسمعه مرة من خطيب جمعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما أنت مسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وليس وسنتي وعترتي أهل بيتي هذا لا نسمعه هذا الحديث لماذا؟ هو خوفاً أهو خوف من التشيع؟ لا بد أن تطرح الأفكار في الفضاء الرحب وتناقش والفكر القوي هو الذي يثبت وجوده أنا تجولت في المكتبات الشيعية في أكثر من دولة عندهم مكتبات خاصة بهم يرتادها العلماء وطلبة العلم وعوام الناس ووجدت فيها أغلب المصادر مصادر المسلمين موجودة في هذه كتب الحديث كتب الفقه الحدثي الشافعي الحنبلي كتب العقائد عقائد الأشاعرة عقائد السلفيين ومختلف المذاهب موجودة عند عند الشيعة ويقرؤونها حتى عوام الناس لكن الكتاب الشيعي يصادر وربما يحرق وهذا ملموس وواضح لماذا هذا الخوف من التشيع؟ لماذا لا نعترف انه فكر قوي يخيف الاخرين؟ دعوا الافكار تطرح وناقشوها بعلميه بدل هذا الحجر على الافكار لانه لان هذا لا ينفع فعالمنا اليوم اصبح الناس من السهوله بسهوله يتصلون ببعضهم بعضا. على كل حال حقائق غائبة كثيرا حديث الثقلين وليس حديث كتاب الله وسنتي لأن حديث الثقلين مروي في أصح الكتب وحديث كتاب الله وسنتي مروي في موطأ مالك بدون سند لاحظوا ومروي في مستدرك الحاكم بسند ضعيف وهكذا أسانيده كلها مضروبة حتى أن بعض العلماء ينص على ضعف هذا الحديث هذه وصيه نبويه تركت فيكم كتاب الله وعتره اهل بيتي لماذا لا يتبعها المسلمون ان قال لنا النبي صلى الله عليه واله يوم القيامه وقد اخذ بنا ذات الشمال لماذا لم تتبعوا وصيتي في اتباع كتاب الله وعترتي وليس الكتاب فقط وليس السنه فقط لان العتره ناطقين عن الكتاب وناطقين عن السنه هناك كان مشروع لدى النبي وهو بامر الله عز وجل ان يخطط لمستقبل هذه الامه من خلال القران الكريم ومن خلال جعل السنه عند اهل بيته واقصد بهم علي سلام الله عليه في الدرجه الاولى ثم الحسن والحسين وبقيه الائمه ومجموعهم 12 امام لا يخلو الزمن من احدهم لا تخلو الارض من حجه هذا نص في مصادر المسلمين جميعهم اللهم بلى لا تخلو الارض من حجه لابد من اقامه حجه على الناس لابد من وجود امام ناطق عن الله عز وجل معصوم يحفظ هذا الدين بدل ان يدخل الوضاعين والكذابين ويدسون في أحاديث النبي بدل أن نختلف في فهم نص قرآني ونصير مذاهب شتى لا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ خطوات حكيمة لحفظ هذا الدين ولم يتركه هكذا وإلا ما معنى أن يترك النبي سنته دون جمع ثم بعد مائة سنة يتنبه لهذا الأمر عمر بن عبد العزيز ويخاف أن تندرس ألم ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر؟ حتى القرآن هل يتركه هكذا ثم جاء الصحابة بعد مقتل العديد من القراء في الحروب وصاروا يجمعونه من هنا وهناك حتى جمعوه؟ ألم يكن مجموعا؟ ألم يفكر النبي بهذه الخطورة التي ممكن أن تحدث في المستقبل؟ هذه أحداث ينبغي التأمل بها من جديد فحديث الثقلين لاحظوا حين يقول النبي تركت فيكم يقول لأصحابه تركت فيكم ما أن تمسكتم به فأصحابه ينبغي لهم حسب هذا القول أن يتمسكوا بأهل البيت ولا يجوز لمن كان خليفة أن يتمسك بغيره إذن فهم الخلفاء بنص هذا الحديث علينا أن نفهمه بشكل حقيقي حديث السفينة مروي في مستدرك الحاكم وغيره من المصادر وابن حجر الهيثم نقله عن صحيح مسلم ولكنه غير موجود الآن في صحيح مسلم ولعله اشتبه أنا لا أقول أنه حذف لعله اشتبه ولكنه ينقله عن صحيح مسلم حديث السفينة مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. واضح جدا صححه العديد من العلماء كسفينه نوح ومعلوم ان من ركب سفينه نوح كان من الناجين ومن تخلف عنها كابنه الذي قال ساوي الى جبل يعصم من الماء كان من الهالكين الغارقين. بهذه الصوره يوضح لنا النبي صلى الله عليه واله القضية فيما بعده كسفينة نوح. أنا أدعو المسلمين إلى إعادة النظر وفي كتبنا في كتب المسلمين جميعا قراءتها من جديد النظر إليها بصورة أخرى إذا قرأت تفسيرا لهذه الآية لأرى ماذا يقول الآخر وما الذي يمنع أن أرى رأيه. لعله يكون الصواب فاخذ به. هناك امور كثيره جدا عند المدرسه الاماميه الشيعيه يستطيع الاخرون ان يستفيدوا منها سواء في المجال الفقهي، في المجال العقائدي، تراثهم الانساني من الامور التي تعجبني في هذه المدرسه هو احترام هذا الفكر للانسان كانسان. هناك عبارة للإمام علي عليه السلام يروونها والإنسان إما نظير لك في الخلق أو أخ لك في الدين. أو إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ولاحظوا هذه العبارة من حوالي 1400 سنة أخذتها الأمم المتحدة وجعلتها إحدى شعاراتها بل طبعا هذه العباره وارده ضمن كتاب من الامام علي عليه السلام الى مالك الاشتر وقد اخذوا هذا الكتاب هذا العهد عهد الامام علي الى مالك الاشتر وجعلوه احد مصادر التشريع عندهم امور عديده جدا احترام الراي الاخر الفكر الاخر امر مهم هذا ملحوظ في المدرسه الاماميه فلا تجد لغة للتكفير عندهم، لا تجد لغة للسب. أحدهم لاحظوا هذه الإمام الصادق عليه السلام وهو الإمام السادس من أئمة الشيعة من أئمة أهل البيت يسأل أحد أصحابه عن جار مجوسي كان له لهذا الصاحب. فقام هذا الصاحب بسب ذاك لأنه مجوسي. يقول له الامام لم تسبه قال انه مجوسي قال وما وماذا في ذلك قال انه مجوسي ينكح, ينكح امه قال وماذا في ذلك انه دينه فهو يعامل الناس حسب معتقداتهم حسب ما يذهبون اليه وهو في النهايه انسان سلام الله عليه هو الذي علمنا الحب حين يقول وهل الدين الا الحب فانا استفيد من هذا ان احب كل انسان سواء كان مسلما او كافرا مهما كان ولكن احبه واكره تلك الافكار الملوثه اذا كانت ملوثه التي يحملها. والا فهو انسان من مخلوقات الله عز وجل من, مخلوق من مخلوقات ذلك الحبيب الذي هو الله عز وجل هذا هو ديننا دين الحب دين السلام يعني كلمه الاسلام تعني السلام حين نقابل بعضنا البعض نقول السلام عليكم تعني السلام فلماذا شوهنا هذه الصوره؟ واخذ الغرب عنا تلك الصوره السيئه بايدينا جلبنا الى انفسنا هذا هذا الامر بايدينا انا ادعو المسلمين الى ان ينفتحوا على الى مدرسه اهل البيت عليهم السلام ويتعرفوا على ما عندهم من كنوز. دعاء كميل يُقرأ كل ليله جمعه حين يفتح التلفاز ليله الجمعه في المساء يُقرأ دعاء كميل وما أروعه من دعاء، دعاء عرفه للإمام الحسين عليه السلام وما أروعه من دعاء تراث روحي كبير جدا يحتاجه المسلم. لست الوحيد الذي جاء إلى هذا الطريق أو في هذا الطريق. هناك الكثير جدا وبحمد الله كانوا يظنون انهم يستطيعون ان يخنقوا التشيع ولكنه كلما ضغط عليه اكثر كلما ازداد اشعاعا وتوهجا وبفضل الله عز وجل قد انقشعت السحب ودخل الكثيرون الى هذا الخط واعتنقوه عن قناعه والكل يعرف هذا اسال الله عز وجل ان يكشف الغمه عن هذه الامه وان يعيدها الى دربها الصحيح المتمثل باتباع الكتاب والعتره تلك الوصيه النبويه التي لا ينبغي ان نفرط بها لا تفلح لن تفلح هذه الامه الا اذا اعادت ذاك القلب الحقيقي الى جسدها بدل ذلك القلب الصناعي الذي اختلقته. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يثبتنا على هذا الدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه